جزيرة العزب دي الوسيلة الوحيدة اللي بنوصل بها للجزيرة دي. طبعا الجزيرة دي هي تعتبر كانت عيلة واحدة مكونة من 3 أشخاص، أصبحت دلوقتي تعتبر 3000 شخص أو أكتر أو يزيد عن 3000. الجزيرة دي جزيرة في قريبة للدقهلية وبعيدة عن دمياط، يعني بينها هي أقرب للدقهلية من دمياط، ولكن أهل الجزيرة حابين إن هم يبقوا تبع محافظة دمياط نظرا لأن محافظة دمياط بتقدم لهم خدمات، وهم طبعا هم الجزيرة ديت تبع الدقهلية ولكن الدقهلية ما بيعترفوش بوجودهم. بقالي 70 سنة في الحتة دي وخلفت عيالي ومجوزاهم فيه، والحالة تعبانة معانا ومع غيره، ما احناش عارفين نعيش، من عيال لرجالة الكل ما فيش شوف، وبنستنى ان حد يعمل لنا حاجة في البلد دي ما فيش، ولا فيش مستشفيات، وبنطلع بالليل نص الليل باللي يموت واللي ما يموتش، وهم يوصل يا ما يوصلش، احنا هنفضل على كده؟ احنا عايزين نعمل هنا حاجه تنفعنا، احنا جايين من البلاد وسايبين هنا وندمنا نزلنا البلد دي، ولا ميه ولا نور ولا اي حاجه، والعيال عامله ازاي؟ احنا شغالين ما لناش كر الله، صاد السم والبحاري ميتها اكترها وحش، ما فيش البحيرة يعني عندك الغزلات والحاجات دي كلها فاضية مش فيها سمك، يعني الجواب اللي في التحوط واللي تعس الدور ما فيش سمك خالص يتاكل، حتى سمك اللي في البحيرة ما تتاكلش، والمية اللي هي موجودة الوقت في البحيرة كلها مية وحشة، ما فيش مية حوالينا حلوة الوقت، يعني على زي ما يجي شوية الساعة الجو يجي بره كده تلاقي المية كلها تروح ضربة وحشة كلها. انت لما اجيب لك 2 كيلو سمك من دي والله بنروح نبعد الوقا بما تزيد الجناه والنص، الكيلو وربع الوقا وقا كيلو ما بتجيبش فلوس، هتجيب ادي هتصرف على مين؟ الراجل اللي طلع عندي 3 4 عيال اصرف عليهم 5 جنيه هتقضيهم في اليوم ولا 10 جنيه؟ والله ما بنجيب بخمسه، والله ب 10 جنيه 15 جنيه بنجيبهم كل يومين 3، وساعات ما بنجيبهم خالص.